إمضاء الاتفاقية هدير يدخل في إطار تشغيل المحبوسين في المنفعة العمومية وفي المشاريع ذات البعد الوطني والنفع العام. أول مرة على المستوى الوطني تمضى اتفاقية مع الإدارة المحلية أو مع ثلاث بلديات اللي هي بلدية سيدي خالد وبلدية ولاد جلال وبلدية دوسن، اللي راح من خلالها الورشة الخاصة بالحدادة بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بولاد جلال راح تقوم بترميم الكراسي وتصليح الكراسي والطاولات المدرسية لأول مرة على المستوى الوطني. راح تكون تجربة نموذجية وإن شاء الله راح تنجح باش نزيد نعممها على المستوى الوطني. أيضا فيه اتفاقيات أخرى مع ثلاث بلديات اللي راح تكون اتفاقية خاصة بتنظيف المحيط، اتفاقية ثانية لتنظيف أو المساحات الخضراء، واتفاقية ثالثة للمساحات أو لترميم الكراسي والطاولات المدرسية. هذا العمل يدخل في إطار تشغيل المحبوسين اللي يشرف عليها الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين. الديوان راح يقوم بتأمين المحبوس الذي يشتغل، وأيضا تسديد شبه راتب اللي يتراوح بين 20 و60% من الأجر القاعدي الأدنى المضمون، وأيضا توفير ملابس العمل.